A conducting sphere of radius r equals 12 centimeter has a charge q 50 nanocoulomb on its surface. اللي هو السطح الكروي ده. A small point charge of mass 100 microgram charge minus 2 microcoulomb is released from rest at point A. Well, what will be the speed of the charge at point B after passing through a very tiny hole? بديني ال RA وال RB. يعني نطبق conservation of energy بين A و B. ال KA وال UA مع بعض هيساوي ال KB وال UB. ال K A بصفر لأني released from rest. ال U A نكتب قانونها كده اللي هو احنا عندنا شحنة هنا أو نقول ال Q في ال V. ال Q في ال V. ال V عبارة عن ايه؟ عبارة عن K في Q على ال R A. نعوض دلوقتي هنا نص نكتب القانون بالاسود ونعوض بالاحمر نص ام في تربيع وهنا برضو كيو كي كيو طالما جوه الكرة يبقى على الكابيتال ار اي نقطة جوه من السطح لغاية كل اللي جوه ملناش علاقة بالمسافة بقى كله فولت واحد تعالوا نعوض الكيو ماينس 2 مايكرو كابيتال كيو 50 نانو هنا 9 10 اس 9 ال ار اي قال لي 0.36 الام 100 مايكرو جرام يعني 100 في 10 اس سالب 6 كده بقى بالجرام احنا عايزينه بالكيلو الفي مطلوبه الكيو ماينس 2 مايكرو والكيو قلنا 50 نانو والكابيتال ار بوينت 12 ملناش علاقه بال 8 سم دي خالص 8 زي 6 زي 5 كلهم زي بعض لان الفولت كله جوه متساوي احنا عايزين ده فاقول ده ناقص ده المشترك ده وده 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 يبقى هقول ماينس 2 مايكرو في كي في 50 نانو خدت دول ضرب واحد تقسيم بوينت 36 ماينس واحد تقسيم بوينت 12 طلع الرقم ده اضربه في 2 واقسمه على الماس 110 سالب 9 ده الفي سكوير جذر التربيعي فطلع او طلعت السرعة 316 متر بير سكند